ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، زي الجماعة ذلك، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نقدر نفهم على فكرة إنه لا يوم القيامة بظل فيه نصارى، صحيح؟ وبظل فيه يهود كمان، لأنه شو قال في حق اليهود؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا يوم القيامة بظل فيه يهود، وطبعا ما هم عامة أتباع الدجال من اليهود، كيف بظلش؟ وبنزل المسيح وبكسر الصليب، معناته في صليب باقي ما رحش الصليب، إذن مش هيك؟ معناته لا يوم القيامة موجودين. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الإغراء هو أنت لما تحرض واحد على أمر وتسول له وتزين له إنه يفعل شيء، يفعل شيء ويقدم عليه بدون تردد، انت بتكون عم تعمل ايش؟ تغريه. والغرة اللي بتعرفوه بيؤدي لايش؟ لالتصاق. اغرينا بينهم، معناته بينهم يعني لحظة العلاقات. فكأنه الله سبحانه وتعالى لاحظوا قانونه الان، نتيجة انهم نقضوا ونسوا حظا مما ذكروا به في الانجيل الان، الله سبحانه وتعالى لاحظوا ألصق بينهم، لأنه بينهم إيش هذه العلاقات بينهم، وجعل العداوة والبغضاء تستولي على العلاقات. العداوة والبغضاء صارت مستولية وملتصقة بإيش؟ بالبين بينهم. يعني بدك تيجي تفك، بدك تيجي تفك صعب. ليش؟ مغرة العلاقات هذه في استيلاء العداوة والبغضاء. لاحظوا العداوة والبغضاء مستولية ملتصقة لازمتهم إلى يوم القيامة. طب ليش؟ شوفوا، كل من ينقض مع الله وينبذ شريعته بصير فيه هيك عداوة وبغضاء. يعني احنا بندخل في الموضوع ولا بندخلش؟ بس الحمد لله انه هذولاك نسوا وضاعت، ضاع الحق، اجى الاسلام الان اللي هو الحق وبين لهم كثير مما كانوا يخفون واعاد الامور الى نصابها. واليوم موجودين دعاة الله سبحانه وتعالى في العالم بيصححوا المسيرة، والله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الامة من يجدد لها ايش دينه وسبق دينها. وقلنا سبق قلنا انه من بتعني كثير ناس، لانه التجديد في علم في الحديث مين بده يجدد غير اهل الحديث، وفي الفقه مين بده يجدد غير اهل الفقه، والى اخره. تجديد، تجديد الدين، لانه الدين بيعلق فيه، بيعلق فيه تفاهات الناس وتحريفاتها وتفاصيل. شوفوا انتم مثلا ارجعوا للأمة قبل 50 سنة وشوفوا كيف كانت تفهم الدين، كيف 50 و60 سنة مضت كيف كانت تفهم الدين، وكيف الان. الان صار لا اوضح، حتى لو مع وجود الصعاليك اللي تحاول ان تحرف، واليوم زي ما قلنا في الانترنت هذا سوق ببيع فيه اي واحد، والثعالب كثيرة اللي بتبرز في ثياب الواعظين، لكن لا، الله سبحانه وتعالى حامي دينه وحافظه فيش مجال. كل المحاولات في النهاية وين بتروح؟ في الزبالة. هيو التاريخ كله على فكرة من 1400 سنة وكله محاولات، وين بتروح هذه المحاولات الضالة؟ تنتهي، بظل الحق، بظل الحق. هذا ميزة الإسلام إلى يوم القيامة. فالآن ولكن لما المسلمين لحظة، لما المسلمين شبههم بعض الناس بالعمود، عمود تنشد، تنشد إله بتصعد، بترخي تنزل، بتنشد تصعد، ترخي تنزل. يعني ايش بتنشد؟ تنشد الإسلام ومبادئه وقيمه تصعد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واليهود والنصارى على فكرة لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو إيش؟ الإسلام، لاحظوا، لأكلوا من تحت، من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، اللي هو يعني بمعنى إيش؟ الرفاه الاقتصادي هذا،
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن هذه قضية العداوة والبغضاء. على فكرة أنتوا بالكم واحد زي عمر بن عبد العزيز كانت إمبراطورية هائلة خلال سنتين، وما فيش وسائل الاتصال المعاصرة، هاي إمبراطورية هائلة خلال سنتين كان معدل المسار وكل شيء تمام، وإلى درجة ما فيش فقراء كمان، ما فيش فقراء كمان سنتين. تصور أبعاد هائلة آلاف الكيلومترات، الصدقات لا تجد أحد يأخذها. مسألة العداوة والبغضاء اللي قاعدين بيبحثوا البشرية، البشرية بتبحث كيف نقضي على هالكلام، مش قادرة. ليش؟ هو قال انتهى الموضوع. نقضت مواثيق مع الله، انحرفت عن شريعته. طب ما هو اللي خالق والكتالوج عنده، هو اللي خالق والكتالوج عنده، انتوا بدكم تعالجوا، وانتوا بدكم تعالجوا بعيد عن التعليمات. شو بصير في الصناعة؟ شو بصير؟ ولذلك اذا بتلاحظوا مش قادرين يحلوها بما فيه احنا. خليني هون، خليني هون. اجت جماعات مختلفة باسماء مختلفة مش عبر 100 سنة واكثر، قال بدها تصلح احنا. ليش المنحرفين الله سبحانه وتعالى بيغري بينهم العداوة والبغضاء؟ رحمة باهل الحق. هذول لو اتفقوا مصيبة، هذول لو اتفقوا اهل الباطل لما بيتفقوا مصيبة. لذلك في قانون لله، انه ديروا بالكم انا في عندي قانون، في قانون العداوة والبغضاء بينهم هذا الى يوم القيامة، قانون رحمة باهل الحق. فكل المنحرفين في الارض تجدوا دائما بينهم عداوة وبغضاء. شوفوا بالله شو بصير لما بصير في انتخابات جوا عند اليهود والاحزاب، قديش بدت الاحزاب لما قامت اسرائيل، وقديش عددها الان، وايش نظرة بعضهم لبعض للي عايش بينهم وبيعرف كيف بينظروا لبعضهم، وايش الاحقاد اللي بينهم وبين كمان الحاخامات والفئات المختلفة. وطبعا لما تأخذ انت في النصرانية تاريخ الحروب اشي بشع جدا في اوروبا، لو اسمي لكم حروب اللي قامت 130 سنة و116 سنة وحرب الثلاثين وكمان حرب الثلاثين وحرب الاحداش وحرب السبعة، واكثر قارة مقسمة اوروبا، اوروبا. وهيهم طبعا في الاخير هيهم اتفقوا وعملوا اتحاد، وهي بدأنا نشوفهم بتململوا كمان، تطلع بريطانيا والله اعلم بعدها شو بصير. لا اياكم تظنوا انه ممكن اهل الباطل يأذن الله ان يجتمعوا، وبالتالي اهل الحق ديروا بالكم، ها اهل الحق بيقدروا يلعبوا سياسة، بيقدروا بيقدروا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الكلام بين القبائل المختلفة اللي هي على الباطل وعدوانية، ما بيناش عداوة وبغضاء. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.